أجدد شكري لنادي القلم المغربي على هذا اللقاء وجمعية البيضاوي للكتابيين، وأعطي الكلمة للأستاذ أحمد الجلالي فليتقدم مشكورا. شكرا السيد رئيس، شكرا للإخوة الحضور. أنا ممتن كثيرا للإخوة في نادي القلم المغربي وللجمعية البيضاوية للكتابيين بهذا اللقاء التواصلي. الصوت. قلت أنا ممتن كثيرا للإخوة في نادي القلم المغربي وللجمعية البيضاوية للكتابيين بهذا اللقاء التواصلي، والذي كما قالوا كما سبق لي ذلك الأخ سالم يجعل المعرفة قريبة من الإنسان المغربي، يجعل المعرفة بصلب الواقع المجتمعي، وهذا ما أحوجنا إليه في زمن أصبحت فيه المعرفة مهجورة وأصبحت هي العملة البخسة للأسف، وأصبح المثقف هو ذلك الرجل أو ذلك الشخص المنبوذ بهذه العبارة، والشخص الذي لا يعطاه اعتبار، لا نلي له أي اعتبار أو أي تقدير، يعني في زمن يتسم بالضحالة وبالهجانة. نتمنى من خلال هذه اللقاءات، أتمنى أن لا يكون لقاء الأول، أن تعقبه لقاءات أخرى لنعيد الحياة في مشهدنا الثقافي، وفي لنعيد الحياة أيضا للقراءة وللرغبة في القراءة والرغبة في التلقي، وأيضا من أجل تجسير العلاقة التواصلية مع القراء ومع الباحثين. أنا ممتن أيضا للإخوة الزملاء الذين قدموا قراءة يعني شمولية، ذكروني صدقوني أنكم ذكرتموني بسنوات سنوات البحث وسنوات المعاناة سنوات التفكير، والأسئلة التي طرحتم هي نفس الأسئلة التي كنت أطرحها وأنا أفكر في هذا العمل منذ أن كان بذرة. زمن دائما أسميه زمن المعاناة وزمن التيه المعرفي، هي أسئلة عميقة جدا، أسئلة وجيهة، أسئلة القارئ النموذجي اللي كيسمي أمبرتو أيكوس، الأسئلة التي تحاول أن لا تقف عند بياضة النص، عفوا تقف عند بياضة النص، تحاول أن تملأ حلقاته الفارغة، أن تشارك الكاتب، أن تشارك الناقد همومه المعرفية، معاناته، أن تفكر معه من زاوية ومن منطلق واحد. طيب الحال قلتم فوفيتم، وما يمكن أن أضيفه فقط هو بعض الأسئلة التي طرحها الإخوان وفي إطار ما يسمى بأفق البحث، أو الأسئلة التي طرحتها أنا أيضا، ويمكن أبدأ بالأسئلة الأخيرة. السؤال الذي طرحه الأستاذ سالم صحيح، أنا في بداية التفكير في هذا العمل أيضا كنت أتساءل كيف يمكن أن أقرأ خطابا درس في من خلال مقاربات متعددة، خاصة المقاربات الاقتصادية، المقاربة النفسية، المقاربة الاجتماعية، في علم الماركتينج، في علم التسويق، يعني جلست مليا أتأمل وأتساءل ما الذي يمكن أن أضيفه من خلال هذه القراءة في وقت نعرف بأن الخطاب هو خطاب بالنسبة لنا نحن كف شعبة الأدب وفي تخصص أدب هو خطاب وافد، كيف يمكن أن أقول فيه شيئا جديدا، كيف يمكن أن أقدم قيمة إضافية أو شيئا لم يقول الآخر. طب الحال سؤال أحالني مباشرة على الآليات على الأدوات، فبالفعل كانت مغامرة، ما عرفتش هل وفقت أم الموفق القارئ. الآن الكتاب خرج من عندما نشر الكتاب كما يقول دائما النقاد، عندما يخرج الكتاب من للنشر أو عندما يخرج للقارئ فهو يفقد ملكية أو سلطة صاحبه، فهو يبقى دائما الحكم يبقى للقارئ. إذا تساءلت ماليا يعني كيف يمكن للسيميائيات اللسانيات أن تقدم شيئا. طبعا الحال وهذا تنقول دائما المنهج ليس هو كل شيء، وإنما تبقى الكيفية أو الطريقة التي نتعامل من خلالها مع المنهج، كيف نوظف الآليات، كيف نستثمر المنهج في القراءة، هذا هو الصعب. ولهذا فكما لاحظتم من خلال دراستكم لمجموعة من الفصول ديال هذا الكتاب وجدتم أن الكتاب يحيل عن مجموعة من المفاهيم. طب الحل المفاهيم لم يكن همي هو المفهوم في حد ذاته، ولكن ما يمكن أن يقدمه المفهوم من إنتاجية. فأنا عندما أتحدث مثلا عن مفهوم الاقتضاء أو مفهوم الاستلزام كنت دائما أبحث عن كيفية اشتغال الخطاب من داخل البنية، بمعنى
انه اذا كان السوسيولوجي ولا كان الانثروبولوجي ولا كان عالم النفس ولا كان الاقتصادي او رجل ماركتينغ يبحث في الخطاب من خلال مظاهر الماكروسكوبية يعني العامة، بمعنى انه خطاب يسعى الى يسعى دائما الى الربح، يسعى الى استقطاب اقناع المتلقي، جذب، يسعى الى مجموعه من المقاصد اللي هي واضحه وظاهره. فانا كان همي هو الكيفيه، يعني كيف يتم بناء هذا الخطاب على مستوى اللغه، كيف يتم بناؤه بصريا، كيف يمكن لهذه المضامين التي توصل اليها هؤلاء ان تبنى من خلال اللغه. وهذا هو ربما الجديد، يمكن ان اعتبره جديدا بالنسبه الي، لانني بحثت في بنيه اللغه، في بنيه اللغه سواء اللغه البصريه او بحال من خلال لغه الكاميرا. وهذا ايضا كان يعني كان ايضا فيه شوء من الجده، لان حاولت ان اقف عن كيف تشتغل الكاميرا، بان اشتغال الكاميرا لا يكون دائما اشتغالا بريئا، وبان حاولت ان ابرهن بان هناك خطاب حجاجي داخل الكاميرا، اي اللغه البصريه، انه ما تيشد ليا مثلا الكغوبلو ولا لي تري كغوبلو، راه ما تيديروش براءة، ما كيديروش هكاك لله، لانه اراد فقط يدير لي تري كغوبلو، يعني اللقطه المكبره جدا. ملي كيدير لنا ان بلون جينيرال، يعني كيدير لنا لقطه عامه، راه ما تيديرهاش هكذا، وانما لغايه معينه لمقصديه معينه. اذا فهذا الاشتغال من داخل اللغه البصريه ومن داخل ايضا اللغه اللفظيه او اللغه التلفظيه، مثلا اذا لاحظتم كيف كنت اتكلم عن البناء التركيبي في الخطاب الاشاري، ملي تيتكلم لنا مثلا عن بناء تركيبي معين، لماذا يختار هذا البناء؟ مثلا كيف شار الاخ العالمي الاشار لوسيور، باش نعاود ملي تيقول لنا ما الذي اول جمله تيبدا بهذا الخطاب، وكان الى كان المعلق ديال هاد الى كنتو كتذكروا هو العتيق بن الشيقر، هو الصحفي الذي يعمل بقناه دوزام. اول عباره يفتتح بها الوصله الاشاريه، ما الذي يجعل لوسيور هي الزيت المفضله في المغرب، بمعنى ان هذا العنوان هذا يبدو بريئا ولكنه يحمل معاني مقتضات. شكون قال لك اسيدي زيت لوسيور هي المفضله في المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح. اذا هو يمرر الرساله، يجعل من ان لوسيور سواء كيف قلت نعم هو يصادر حق المتلقي او المخاطب في النقاش، يصادر حقه في الاختيار ايضا. يعني هو منذ البدايه يقتضي منك او يعني يمارس عليك السلطه، سلطة ماذا؟ سلطة الخطاب، بأن لوسيور هي شيء مسلم به وهي الزيت المفضلة، وعليك أن تقبل بهذه الحقيقة وأن لا تناقشها، أن لا تناقش هذه الحقيقة، فهي حقيقة ثابتة. ما سيناقش هو مسألة الأفضلية فقط. واضح. وهذه المسألة أيضا تكررت مثلا عندما في في في, في في القرض العقاري والسياحي. مثلا القرض العقاري والسياحي غني بالاقتضاءات، وخاصه في تلك المرحله 99 كان المشكل ديال القرض العقاري والسياحي وديك الفضيحه الكبرى ديال الاختلاسات. الوصله الاشاريه جات في هذاك السياق ديال ان القرض العقاري والسياحي يريد ان يبني صوره جديده، يريد ان يبني صوره جديده مغايره او ان لما هو واقع. اذا فاراد ان يقدم وصله اشهاريه تحاول ماذا؟ أن يعني أن تقطع مع هذا الماضي، أن تقطع مع هذه الصورة، وأن يؤسس لصورة جديدة لهذه المؤسسة البنكية يسعى من خلالها إلى محو الصورة التي علقت بالمتلقي وبالمستهلك. بمعنى أن الخطاب الإشاري، وهنا من بال الأسئلة اللي طرحته، دائما يواكب، هو خطاب سياقي بطبيعة الحال، هو كيف قلت خطاب استراتيجي، واستراتيجي كتقتضي أنه كيتابع السياق، تيتابع أهم التحولات اللي كتجري داخل المجتمع ويبني خطابه انطلاقا مما هو رائج وانطلاقا مما هو متداول. بالتالي فهو ليس خطاب، لا نعتقد انه خطاب، اعتقد ان الكل شيء يؤمن، الكل يؤمن بهذه الحقيقه، وانه ليس خطاب مجاني، ليس خطاب بريء، ليس خطاب عادي، انما هو خطاب مدروس كيشتغلوا فيه خليه عمل، فيه السوسيولوجي، فيه الانثروبولوجي، فيه اللغوي، فيه المبدع، فيه الفنان، يعني خليه عمل يبنى وفق سياقات محدده، وفق خلفيات مضبوطه. بالتالي يقتضي منا ان نقف عند بنيته، ان نقف عند مستوياته اللغويه لكي نقترب من 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 مضمونه ومن مقاصده. بطبيعه الحال مساله القيم اشرت اليها، نعم، وكان شار لها الاستاذ العالمي. ليفالور هو خطاب اشاري صحيح، اذا كان ربما شي تعريف اخر غنقولوا بانه خطاب قيم. وكيف تيقول المنظرين الاشاريين او خاصه سيغيلا الفيلسوف الفرنسي اللي هو احد المنظرين الاشار،
عندما كان كيتكلم على ديك مدام بوفاري تيقول مو جو تو فون با دي سوليي مي جو تو فون دو بو بيي، انا لا ابيعك احذيه ولكن ابيعك اقدام جميله، انا لا اهديك عطرا وانما حاله اغراء، لا ابيعك سياره وانما وضعا اجتماعيا. هذه عباره مشهوره معنى ان الاشراف دائما من خلال المنتوج هو لا يبيعك المنتوج في ماديته في حالته الحرفيه الماديه، وانما يبيع اسلوب حياه، يبيعك وضعا اجتماعيا، يبيعك علاقه معينه، علاقات اجتماعيه معينه. ولهذا فهو دائما يسعى الى تكريس اساليب حياه جديده، يحاول ان يقطع، يحاول ان يضيف ان عفوا ان يحدث تغييرا داخل الانماط العيش او السائده من خلال ماذا؟ من خلال قيم جديده، ويسعى ايضا الى التطبيع مع القيم الجديده، خاصه في الاشهار مثلا في مجموعه من الاشارات كنلاحظوا لا على مستوى اللغه ولا على مستوى الصوره ان هناك تطبيع مع بعض القيم، خاصه القيم الاجنبيه التي تاتي الوافده التي تلج عالمنا الاستهلاكي. طب الحال قضية البلاغة، أعتقد أن البلاغة النظريات البلاغية الآن تطورت كثيرا، ولم نعد البلاغة بالمفهوم الكلاسيكي صح التعبير، المفهوم ديال التشبيه، الاستعارة، المجاز، هذه أشياء يعني أصبحنا أمام بلاغة الخطاب، وبلاغة الخطاب تتجاوز هذه الأشياء بكثير. ومن هنا نلاحظ أن حتى الدراسات اللي قاموا بها مجموعة من الدارسين حاولوا أنهم يربطوا بين البلاغة والحجاج، وحاولوا أن يبحثوا عن كيف يمكن للحجاج أن يكون أن تتجسد فيه أو عفوا أن تتجلى البلاغة في مجموعة من الآليات الحجاجية التي يوظفها الخطاب. وبالمناسبة أنا عندما تحدثت عن الجانب الحجاجي حاولت أن أركز، لأن الإطار النظري هو الذي كان يحكم، حاولت أن أركز على لغة الخطاب، وتبنيت الطرح ديال ديكور أوسكومبر. لماذا؟ لأنه يتماشى مع ما كنت أريد أن ما كنت أنوي أن أصل إليه. يعني المقصد كامل عندي هو أن كيفاش نبين الحجاج في اللغة، ولهذا وقفت كثيرا عند البنيات اللغوية الحجاجية، كيف أن مجموعة من الروابط اللي كتبدو ظاهرة عادية لا ننتبه إليها ولكنها تحمل بعدا حجاجيا. إذن أعتقد باش ربما نخلي الفرصة للإخوة اللي كنبغي يتكلموا. أنا مرة أخرى أشكر كثيرا الإخوة الذين أشرفوا على تنظيم هذا اللقاء، شكر كل الأطر والإخوة الأساتذة الذين حضروا، الضيوف الذين حضروا معنا، وتحية مرة أخرى. شكرا. شكرا. شكرا أستاذ الدكتور أحمد الجلالي. بدوري أجدد شكري للجنة المنظمة نادي القلم المغربي، الجمعية البيضاوية للكتبيين في شخصية رئيسها السيد يوسف بورا. أجدد شكري للحضور الكريم، ونضرب لكم موعدا لقائيا ثقافيا مرة أخرى إن شاء الله.